أنتم تشاهدون الآرامية. فرعون أول من قال أخطأ في الوجود. وآية أخرى، لم يرسل الله ابنه إلى العالم. فتح أحد الباب، أدخل إليه وأتعشى معه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. من الفضائية الآرامية أحييكم بسلام ونعمة الرب يسوع المسيح، وتكون معكم جميعا. مشاهدينا الكرام، هذه الليلة ستكون ليلة مباركة، ونحن نتأسف لانقطاع الكهرباء يوم الاثنين. كان لدينا موعد معكم على الفضائية الآرامية في هذه الحلقات، لكن نعتذر ونتأسف، ونحن نعلم هذه أعمال إبليس، ولكن إبليس مهزوم، وبنعمة الرب سنكمل حلقاتنا معكم عن الأسرة وعن العائلة في هذا الأسبوع، وستكون حلقاتنا كل مباركة، والرب يسوع سيبارك هذه الحلقات. فمشاهدينا، نظرا لأهمية هذا الموضوع الأسرة، فنحن اليوم سنتحاور وسنتناقش عن هذا الموضوع الرائع، عن الأسرة، عن الزوج وعن الزوجة وعن الأولاد. الرب يعطينا الحكمة ويعطينا القوة في ويعطينا البركة والأمانة أن نستطيع أن نوصل هذه الكلمة بكل نقاء وأمانة، كما تقول كلمة الرب، معلمين بالاستقامة والحق. مشاهدينا الكرام، هذه الليلة الرب يعطي لخادم الرب القوة ويعطي الحكمة لتوصيل كلمته، وفعلا نحن محتاجين في هذه الأيام إلى أناس مسوقين بالروح القدس لكيما يوصلوا كلمة الرب بقوة، لأن هذه الكلمة محتاجين فعلا إلى دراسة أكبر ودراسة أعمق في هذا الموضوع. ونحن كجالية في هذا المهجر محتاجين أنه الرب يكلمنا بإعلانات وبرسالة من عنده. فمشاهدينا الكرام، هذه الليلة سيكون معنا خدام رائعين. معنا هذه الليلة خادم الرب الأخ الدكتور فريد زكي، وهو معروف على شاشة الآرامية، وقدم العديد من البرامج الروحية، وكانت برامج متنوعة ومتميزة، ومنها الأسرة الناجحة. وأيضا اليوم سيكلمنا عن كلمة الرب وحلقة جديدة، ونشكر الرب من أجل خدمته، وهو خادم متفرغ لخدمة الرب، وأيضا سيكلمنا من خلال خبرته كأب وأيضا كزوج لعائلة ناجحة. فمشاهدينا، نريد أن تتواصلوا معنا في هذه الحلقة لهذه الليلة مع خادم الرب. كما تقول كلمة الرب، ما أحلى وما أجمل أقدام المبشرين، المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. فرح أرحب بخادم الرب الأخ الدكتور فريد زكي. أهلا وسهلا معنا. شكرا أخت رواء، أهلا بك، شرفتنا في الآرامية. أنا في منتهى السرور. أمين. أننا نلتقي معا، و من جديد الأحباء مشاهدي الفضائية الآرامية نلتقي بهم عبر الشاشة. أمين. وأنا أيضا مسرورة جدا بوجودي، وامتياز فعلا لي أنه أكون معك في الخدمة. شكرا. أخ فريد. شكرا. وأيضا حابة أنه أرحب بالمدام الأخ فريد، الأخت سلوى. أهلا وسهلا. أهلا بك. وأيضا مسرورين جدا بوجودك معنا في الاستوديو في الآرامية. وأنا الحقيقة أحس أنه امتياز كبير الرب رتبه أن أنا أكون معاكم في هذه الفرصة. أمين أمين. نشكركم، وفعلا يعني ميشيغان نورت بوجودكم معنا هنا، والرب يستخدمكم. شكرا. للبركة. أمين أمين. مشاهدينا، كما عودناكم في بداية كل حلقة روحية، نرفع اسم إلهنا ونمجد إلهنا لكيما يملأنا بحضوره في الوسط ويتمجد هذا الإله العظيم. فأنا أطلب من خادم الرب الأخ فريد أن يرفعنا أمام عرش النعمة. أبانا المحب، نشكرك من كل القلب، لأن كل عطية صالحة وموهبة تامة هي نازلة من فوق، من عندك أنت أب الأنوار الذي ليس عندك تغيير ولا ظل دوران.
نشكرك لأجل فرصة لكي نتشاور معا ونتكلم معا عن قصدك الإلهي من جهة بيوتنا. نشكرك لأجل هذا اللقاء، ونشكرك لأجل كل الأحباء المشاهدين. نطلب معونة روحك القدوس لنا في هذه الفرصة، نطلب حكمة في كل كلمة وفي إجابة كل سؤال. نسلمك الوقت المقبل بالتمام حتى يكون مثمرا لكل نفس تشاهد وتسمع. لك في ربنا يسوع كل المجد، آمين. آمين آمين. Thank you أخ فريد. مشاهدينا، حلقتنا هذه الليلة معنونة بفخاخ تحيط الأسرة بالأسرة. فحلقتنا هذه الليلة ستكون حلقة متميزة، وحلقة أيضا مركزة في الأمور التي تخص الأسرة، وذلك نظرا لأهمية هذا الموضوع، وأيضا نرى انحلال الروابط الأسرية في المجتمع. فاليوم حابين أنه نركز على هذا الموضوع، لأنه نرى كثير أنه كثرة الخيانات الزوجية هنا في المهجر، وأيضا بحسب الاستبيانات أنه ازدادت معدلات الطلاق بشكل رهيب في الأعوام الأخيرة، وأيضا نرى أن الزوجة ضد زوجها والزوج ضد زوجته، والأولاد أيضا ضد والديهم. فاليوم نحن أمام مشكلة، هذه مشكلة مجتمع بأكمله. فالرب اليوم أكيد رح يعطينا حلول لهذه المشكلة التي هي سبب انحلال الروابط الأسرية، التي وأيضا لها أسباب كثيرة، اللي هي انعدام الثقة والقيم الإلهية في البيت المسيحي الواحد. فلهذا هذه الليلة نحن أمام مسؤولية، والرب يعطي الحكمة ويعطي القوة لخادمه. وأكيد نحن واثقين الرب أن خادم الرب الأخ فريد هو ممسوح بمسحة الروح القدس، والرب اليوم يريد أن يكلم شعبه. فنحب أنه أخ فريد، بما أنه حلقتنا هذه الليلة ستكون عن الأسرة وعن العائلة، فالمشاهدين أكيد حابين أنه يسمعون المقدمة، ما هي الأمور التي راح تتحدث عنها عن يعني بالعائلة، وإذا ممكن يعني بشكل بسيط حتى المشاهد أنه يكون إلى معرفة. الأسرة هي أول مؤسسة رتبها الله وصنعها. بنقرأ في سفر التكوين في البداية في أصحاح 2 أنه الرب بنفسه هو الذي أسس هذه المؤسسة الرائعة حتى منها تنتشر البركة. وعندما أسس الله الأسرة أراد أنها تعكس صفاته. مثلا أول صفة من الصفات الواضحة في الكتاب من أوله عن الله صفة الوحدانية. الله نؤمن من الكتاب المقدس هو أنه الله الواحد، وهذه الوحدانية وحدانية ليست مطلقة لكنها وحدانية جامعة. لذلك عندما يقول الكتاب مثلا في سفر التثنية أصح 6 وعدد 4 الرب إلهنا رب واحد، كلمة واحد في العبري تعني الوحدة المركبة. من الملفت للنظر أنه أول عبارة نرى فيها قانون الزواج الذي أرساه الرب بنجد أيضا كلمة واحد في سفر التكوين أصحاح 2 عدد 24 بيقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. في اللغة العبرية واحد هنا عن الأسرة تعني الوحدة المركبة. يبقى الفكرة الأولى أنه الله في صفاته يريد أن الذي يظهر صفاته ويعكس صفاته هو الإنسان بصفة خاصة في العلاقة الإيه؟ في العلاقة الزوجية. الله أوجد الأسرة لكي يظهر من خلالها من هو في صلاحه، في محبته، في عطائه. فين الإنسان بيمارس العطاء؟ فين الإنسان بيبتدي يتحرر من أنانيته؟ فين الإنسان بيفضل الشريك الآخر عن نفسه؟ فين الإنسان بينكر نفسه، بينكر ذاته؟ فين الإنسان بيضحي بحقوقه المشروعة
أعتقد أكبر مجال بيتم فيه الحاجات دي في الأسرة. الأسرة ترينا صفات الله وترينا التدريب اللي الله يريد أن يدربنا به والفضائل الإلهية التي يريد أن يزرعها فينا. إلا أنه ده من جانب. من جانب آخر العدو للأسرة اللدود هو الشيطان. ليه؟ لأنه كل اللي الله حلو عمله إبليس يريد أن يشوهه، بدءا من شوه صورة الله أمام البشر؟ إبليس. من أول ما ظهر على المسرح وراح لحواء يقول لها أحقا قال الله، يعني احتمال يكون الله كلامه مش صادق. مش بس كده، بل الله عالم أنه يوم تأكلاني منها تصيراني مثل الله. الله يريد أن يمنع عنكما شيئا. وبعد كده إبليس يقول لها لن تموتا، تكذيب الله، تشويه الصورة عن الله أم بإبليس. تعالي في نفس الأمر، هو بيحب يشوه صورة الله، طيب عايز يشوه كمان الأسرة اللي بتعكس إيه صورة الله. دي النقطة اللي هننطلق منها في حلقتنا. عشان كده عايزين في الحلقة دي بنعمة الله نكشف من كلمة الله إيه الفخاخ اللي وضعها في طريق الأسرة، وإيه الأكاذيب اللي ضحك بيها على الزوج أو الزوجة علشان يهدم البيت. إذن يعني فكرة الله منذ البداية الخطة كانت الأسرة العائلة، لكن نعم. إبليس هدفه أنه يهدم الأسرة، يبدأ طبعا. من العائلة طبعا. إذن هو هدفه تهديم خطة الله نعم. في هذه الحالة. فإذن مشاهدين الكرام، هذه الليلة موضوعنا موضوع رائع وموضوع شيق، فأنا أدعوكم هذه الليلة أن تشاركونا في هذه الحلقة بأسئلتكم، وأيضا بعد قليل سيكون الخطوط مفتوحة على الهواء مباشرة، وأي شخص يحب أنه يسأل أي سؤال الأخ فريد مستعد أنه يجاوب على أسئلتكم لهذه الليلة. وهدفنا لهذه الليلة أنه كيف تتواصل العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، وكيف رح نبني هذه الجسور المنهدمة نعم. في هذه الليلة. أعتقد أخت رواء أن احنا في محورين هيدور الحديث حولهما الليلة. المحور الأولاني الثقة بين الزوجين وخطورة غيابها. المحور الثاني الأمانة في عهد الزوجية وخطورة خيانتها أو خيانة الخيانة الزوجية. بما أنه حضرتك ذكرت أنه غياب الثقة بين الزوجين نعم. هل غياب الثقة بين الزوجين هي السبب التي سبب في شرخ العلاقة بين الزوجين؟ كيف إذا ممكن توضح لنا إياها؟ وما هي بعدها يعني العوامل اللي تسبب يعني عدم الثقة؟ ما تأتي فقط أنه عدم ثقة، لكن هناك أكيد أسباب أنه وصلنا إلى هذه المرحلة نعم. فإذا يعني المشاهد أكيد متشوق أنه يسمع ما هي الأسباب، والرب يبارك هذه الكلمة على فمك أخ فريد. أنا حالا قلت أنه قصد الله أن الاثنين يصبح جسدا واحدا، يصير الاثنان جسدا واحدا. كيف يمكن أن يتحقق هذا الغرض إن شرخ جدار الثقة؟ إذن شيء أساسي للوحدة بين الزوجين أن يكون في بينهم إيه؟ ثقة متبادلة. علشان كده لما الكتاب وصف المرأة الفاضلة أول صفة ادهلها بيقول امرأة، مثال سفر الأمثال أصح 31، امرأة فاضلة من يجدها، وبعد كده بدأ في تقديم أوصاف كثيرة جدا على رأسها، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. يبقى الثقة جت نمرة كام؟ رقم واحد. فالثقة أساسية. إبليس نجح في أنه يزرع بذار الشكوك بين الزوجين. الأسباب، أنت سألتيني عن الأسباب، أبتدي في بعض الأسباب. مثلا أول شيء في الأسباب، الحياة الزوجية تفترض الصدق والشفافية التامة بين الرجل والمرأة. غياب الصدق واستخدام أساليب الالتواء
والكذب أحدهم على الآخر، ده بيفتح باب لعدم وجود الثقة. يعني عفوا أخ فريد أقاطعك في هذه النقطة، هو about يعني سوء الفهم أحيانا هل يولد عدم الثقة؟ طبعا يولد عدم الثقة، بس لازم الزوجين يكونوا مع بعض يتعلموا إزاي يفهموا بعض لغتهم ويتفاهموا مع بعض. هل أنت بتسأليني على سوء الفهم؟ يس، يعني مثلا أنت قلت أنه الكذب، العناد، لي الحقائق. لوي الحقائق، بمعنى أنه يعني الرجل امرأته بتسأله في أشياء بتشعر أنه هو بيخفي عنها أشياء تتعلق بالشغل، تتعلق بعلاقاته، تتعلق بكيفية صرف أمواله، فتبتدي هي تتحط عندها علامات استفهام. هو مش واضح معاه، مش صادق معاه. ده اللي أنا أقصده. طبعا من المفترض أنه الزوجين بيفهموا لغة بعض، أقصد مش اللغة اللانجوج، لكن اللغة يعني بيفهموا كل واحد عارف يوصل للناس للتاني إيه، كل واحد بيقدر يتكلم إزاي، ولو في حاجة مخبيها حد عن التاني بتبان. هل ممكن مثلا أحد الطرفين يكون لا أقول أنه غامض في لغته، وإنما يعني التعبير عن الشيء اللي يريد يعبره أو يوصله للطرف الآخر يكون بسيط أو يكون مزبوط؟ فهل هذا أيضا يؤدي إلى عدم الثقة؟ من الممكن، عشان كده لازم يكونوا هما الاثنين عندهم تصارح مع بعض شديد من بداية الحياة الزوجية. لو مثلا هو لغته مش واضحه تقول له ارجوك فهمني الجزئيه دي. ممكن كمان يعني اعتقد ان الدوافع بتبقى باينه اذا هو بيقولها عن قصد ام عن جهل. يعني الزوجين مع العشره بيكونوا فهموا بعضيهم، فاذا هو حب يخفي حقائق عن قصد بدافع غلط الزوجه لابد انها تفهمها، لانه العشره هتفهمهم كده هو. أما إذا كانت مرة أو هفوة أو حاجة قالها بطريقة سريعة فهي أكيد برضو هتدرك كده هو وتقدر تتداركها في مواقف أخرى. أمين أمين صحيح. أمين. في مشكلة تانية أخت رواء، وهي الغيرة المرضية من الرجل على امرأته أو من المرأة على الرجل. فقد يكون الرجل بيغار منها بسبب أنها في جمالها في كل مجتمع بتوجد فيه بتكون ملفت للأنظار، دي مشكلة. أو بيغار منها لأنها بتمدح دائما في المجتمعات اللي بيتواجدوا فيها مع بعض، أو تكون هي بتغار منه لأنه هو ناجح جدا ومنجز جدا، وطبعا في نجاحه وإنجازه بيكون وقته مشغول قوي واتصالاته كتيرة قوي. ده حتى عايز أقول لو شخص في الخدمة وما انتبهش لمشاعر زوجته واشتهر وابتدت الناس تتصل بيه وتقعد معاه كتير زوجته هتغير. صحيح. وهو لو ما كانش من الحكمة وانتبه، ده إذا كان في أنا بتكلم في الخدمة اللي مفترض إنها أقدس الأمور، لو ما كانش حكيم وبقي بيصارحها وبيتكلم معاه وبيشاركها في احتياجات الآخرين، من الممكن إن ده ينشئ غيرة. الغيرة المرضية رديئة جدا. في تقارب كبير بين الغيرة والشك. يعني كثرة الغيرة بتولد شكوك، لأني أنا خايفة على زوجي قوي أو بغير عليه قوي، فأي حد يكلمه أبتدي أشك فيه وأشك في الأطراف اللي بتسأله أو بتتكلم معاه. وطبعا يوم بعد يوم أنا عاوزة أقول أنه كثرة الشكوك دي بذور صغيرة بتترمي في ذهن المرأة أو في ذهن الرجل، بس بعد شوية البذور دي بتنبت وبتجيب أفعال بعد كده وبتجيب ردود أفعال صعبة وبتخلي الحياة فيها نكد كبير نتيجة أنه البذرة الأولى كانت بذور شك.
مين يعني حضراتكم تكلمتوا من ناحية كعائلة اللي أدها الرب والبيت المسيحي، لو نجي يعني ناخذ نموذج من العائلة اللي تعيش اليوم هنا في المهجر في أمريكا، يعني نرى أنه عدم الثقة هم تأتي من أمور كثيرة، لأنه كمرأة اللي بالمدل إيست تختلف عن المرأة الشرقية اللي تعيش في أمريكا، يعني أمور كثيرة أنه يعني الرجل يكون في مجال أكثر للشك، حتى وإن كانت هي بريئة لكن في مجال أكثر للشك، يعني المرأة متحررة كثير هنا في أمريكا، فكيف يعني إحنا نستطيع أنه نرفع هذا الشك من هذا الرجل أو من أو بالعكس، يعني في تحرر كثير هنا بالمهجر وذاس واي يعني في مشاكل أيضا عائلية عوائل كثيرة، فكيف إذا نأخذ هالجزء أنه يعني كعائلة ما نقول غير مسيحية وإنما بعيدين عن كلمة الرب؟ الحقيقة يا أخت رواء أنه لما بنرجع للكتالوج بتاع الأسرة بنجد أنه كل الأوصاف وكل الوصايا اللي جات في هذا الكتاب بتفترض أنه الأسرة هي أسرة تخاف الله، أسرة الله يحتل مكانة الرئاسة في هذا الكيان. طبعا انت افترضتي افتراض في محله، انا هحاول اجاوب عليه، بس اللي عايز اقوله علشان نقدر نقدم نصائح من كلمة الله، وهي ده العلاج الوحيد، يعني من الاخر ده العلاج الوحيد. امين. لكن عشان نقدر نقدم النصائح اقول انه الحل لأسرة احد الطرفين او الاثنين ما لهمش علاقة بالرب واختبر دخول المسيح إلى الحياة واختبار الولادة الجديدة الولادة الثانية، الحل إن هم أولا يعرفوا أنه لابد من المجيء للرب، لازم يجوا للمسيح، لأن إحنا مهما قدمنا لهم نصايح وقلنا له مثلا وقلنا له من فضلك ما تشكش فيها، صلح بلاش الظنون السيئة، إبليس عمال هو العوبة في إيد الشيطان. طب إذا كان إبليس بيحارب الأسرة المسيحية، أمال الأسرة اللي ما اختبرتش المسيح أكيد إنه العدو بيلعب بيهم لعب تمام يعني. أمين. أمين. يعني أخ فريد، الدعوة للمشاهد أنه أن يكون الرب يسوع هو المحور بالبيت، أنه إذا كانت العائلة بعيدين عن الرب، الهدف الأول اليوم حلقتنا أنه يكون الرب يسوع في البيت، حتى أنه نأتي إلى المشاكل كيف نستطيع أن نحلها، ما نستطيع أنه نحل المشاكل على أي أساس غير على أساس الرب يسوع. فهي هاي دعوتك أنه للمشاهد، وأيضا إحنا حابين أنه المشاهدين يشاركونا هذه الليلة على الهواء مباشرة بأسئلتكم للأخ فريد، وأيضا إذا كان عندكم أي آراء أو أي تعليق على في عندكم عنوان الحلقة على متباين على الشاشة، فأهلا وسهلا ونرحب باتصالاتكم. أخ فريد، أنت حضرتك تكلمت على غياب الثقة بين الزوجين، وأكيد هناك كما قلنا عوامل اللي تساعد على غياب هذه الثقة، كعوامل نفسية وعوامل روحية واجتماعية، فإذا ممكن أنه توضح للمشاهد يعني كيف العوامل الاجتماعية أنه تساعد على غياب هذه الثقة والنفسية والروحية؟ إذا سمحتي لي بس هرجع في الأول لأحد العوامل اللي يعني ما ذكرتوش، أنه أحيانا الشكوك بيكون سببها مرضي، فقد يكون الرجل أو المرأة مصاب بمرض نسميه الوسواس، وده الحقيقة مرض نفسي، ده محتاج علاج، محتاج عرض على طبيب ومحتاج علاج. الحالة دي بيبقى شكوكه في امرأته هي بريئة تماما، لكن هو بتسيطر عليه اعتقادات خاطئة لا يستطيع انه يتحرر منها، وهو مسكين. ليه؟ لأن دي حاجة مرضية، عشان كده حتى في الطب بنسميه الوسواس القهري، يعني بيقهر ذهن المريض.
وكيف تعرف المرأة أنه هذا يعني مرض جسدي مصاب مرض نفسي ذهني؟ يعني كيف تستطيع أن تميز هذا الشيء بزوجها؟ طبعا لما بتطول الحياة الزوجية بيبتدي يبان أنه هذا الرجل عنده شكوك غير منطقية، شكوك غير منطقية. يعني ممكن تكون هي قدامه في البيت بتمارس حياتها طبيعي جدا، لكن مثلا يتصور لي أنه لما هو في غرفة نومه أخذ وقت من الراحة في حد تاني جه وقعد معاها في البيت، يقوم يقول لها مين في البيت هنا؟ أو من الممكن أن شكوكه تكون في مثلا في مشوار طبيعي بتعمله، زي أنها عندها معاد لاجتماع، ليكن اجتماع سيدات في الكنيسة، وأخت عدت عليها يقول لها لا أنت ما رحتيش الاجتماع، أنت في الطريق رحتي في مكان تاني. بتبان أن دي شكوك مرضية، بتبان وهتسبب الدمار يعني للعائلة. بالضبط. وعشان كده بنقول انه في الحالة دي لابد من استشارة طبيب، طبيب يدي العلاج المناسب ويدي المشورة الطبية الصحية النفسية اللازمة. يعني أخت سلوى، أنت يعني كزوجة وأكيد لك خبرة أكثر من عندنا يعني بالسنين اللي قضيتيها مع خادم الرب، يعني كان دا يتكلم عن المرأة، كيف تعامل زوجها في حالة أنه هو عنده هذا المرض يعني الشك أو الوسواس؟ يعني صعب أنه كامرأة أنه أتعامل مع زوج لأنه يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى يعني إمكانيات، فكيف يعني توضحين الحقيقة؟ هي دي فعلا يعني دي هتبقى نقطة ضعف، وهي نقطة ضعف عند الزوج. فعلى المرأة أنها في الأول تحدد أن دي نقطة ضعف وتتعامل معاه مش كحالة عادية، لكن بتحاول حيث أن هو ضعيف أو مريض، فهي بتحاول تطفي مزيد من الثقة. فهي مش هتعمل اللي أي امرأة عادية بتعمله أو تتوقع أن هو هيفهمها، لكن هي كأنها بتجاوب على الشكوك اللي عنده من قبل ما هو يشك فيها، فتدي له مزيد من الثقة، مزيد من المحبة، مزيد من الارتياح. إذا في حاجات بتخوفه قوي، خروجات زيادة، مكالمات زيادة، تتلافى هذه الأمور لأجل سلامة البيت ولأجل أنها بتاخد بإيد واحد مريض تعدي به هذه المرحلة، طبعا مع وجود إذا هو هياخد علاج. أمين أمين. أكيد يعني أنا أتفق معك، الكتاب يقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ، وأيضا في آية أخرى تقول بالحكمة تبني المرأة بيتها. صحيح. وأيضا مشاهدينا ما ننسى أنه باطل يتعب البناؤون، إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون وباطل يتعب الحراس على المدينة. مشاهدينا موضوعنا هذه الليلة موضوع رائع وموضوع مهم جدا، فندعوكم هذه الليلة أنه تتواصلوا معنا وسنعود معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. أنتم تشاهدون قناة الآرامية. بإمكانك عزيزي المشاهد إرسال دعمك للفضائية الآرامية على العنوان البريدي التالي ABN PO Box 724 World Lake Michigan 48390، أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني على الإنترنت www.abnsat.com. كما يمكنك عزيزي المشاهد مراسلتنا على البريد الإلكتروني abn@absat.org.
gmail.com أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم 248-416-1300. شكرا لدعمك ولمحبتك، والرب يباركك. أنتم تشاهدون الآرامية. فرعون أول من قال أخطأت في الوجود. وآية أخرى، لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليتيم. فتح أحد الباب، أدخل إليه وأتعشى معه. عودة معكم مشاهدينا في على الهواء مباشرة في حلقتنا هذه الليلة، معنونة بفخاخ تحيط بالأسرة. مشاهدينا هذه الليلة معنا خادم الرب الدكتور فريد زكي، وأيضا الأخت المباركة الأخت سلوى، والرب باركنا بهم في هذه الليلة، وأيضا سيباركنا الرب بهم يوم غد وأيضا يوم السبت. فنشكر الرب من أجلهم ومن أجل خدمتهم. وأيضا معنا على الهواء مباشرة الدكتور ماهر قزمان. يسرنا أخ ماهر أن نجري معك هذا اللقاء على الهواء مباشرة من على شاشة الآرامية، وأكيد أنت معنا من بداية الحلقة وسمعت عن الأمور التي تحدثنا عنها، والآن حابين أيضا أن نسمع منك أخ ماهر، ما هي الأمور التي تفشل العلاقات الزوجية، وما هي العوامل التي تساعد على هذه المفشلات؟ مبسوط معك وسلامي بحياتي للأخت زكي والأخت سلوى. شكرا. هم أعزائي جدا عندي، والأخت فريد كان يعني مرشد روحي من صغري، من أيام كنا في مصر. فأنا عندي ليه كثير من التقدير والاحترام. طبعا أنا بتفق كثير مع الدكتور فريد عن الحاجات اللي شارك بيها من ناحية الثقة وأهميتها في العلاقة الزوجية. والحقيقة أنه كل اثنين في بداية علاقتهم الزوجية بنجد أنه هم في قبل الزواج في بيخشوا في مرحلة بيسموها الوقوع في الحب، بالذات لو كان الزواج مبني على الوقوع في الحب أو الغرام في الأول بالمفهوم البشري العادي يعني. وفي المرحلة دي بنجد أنه هو الزوج أو الخطيب والخطيبة بيحاولوا بقدر الإمكان أنه هم يظهروا كل الحب للطرف الثاني، ويحرصوا على أنه هم يظهروا الاهتمام ويعبروا عن الحب للطرف الآخر بصورة واضحة جدا، وبيضحوا لبعض وبيحاولوا يتجنبوا كل شيء ممكن يكون يأثر على الشخص الثاني بطريقة سلبية. طبعا ده بيستمر في الفترة الأولى في الزواج، وبنلاقي إن هو بالذات كمان طبعا في الفترة اللي هي بنسميها الهانيمون أو شهر العسل، وبعد كده هو بتبتدي الأمور يعني الرومانسية في مقابلة ومواجهة أمور الحياة الطبيعية واللي بيعيشوها، ما بيبقوش عندهم نفس القدرة أو نفس الاهتمام إن هم يظهروا الحب لبعض بنفس الصورة اللي كانت في الأول. إذن لماذا لا يستمر هذا الحب أخ ماهر؟ يعني أنت بديتها بداية رائعة جدا جدا، كبداية يعني بداية حلوة وفي حب وفي تفاهم وفي، لكن بعد هذا ما لماذا تحدث هذه الشرخ في الأساسات؟ طبعا نحن بنتكلم بصفة عامة ما بين كل زوجين.
لكن لو نفسي كمان نحط في التقدير او في فكرنا انه لو هذين الزوجين هم من اسره مسيحيه او هم كانوا يعرفوا الرب من الاول قبل ان هم يتحدوا ببعض ويتزوجوا، طبعا المركز الاساسي ليهم لازم يكون هو المسيح نفسه. امين. توقعهم هو انه فعلا انه الله هو اللي يشبه احتياجاتهم قبل الطرف الثاني. لكن طبعا الله جعل لنا الزواج كوسيله ان احنا نختبر الوحده معا فيه هو، وكمان كمجال علشان احنا نعبر عن الحب بعضنا البعض، وكمان نجد تسديد لاحتياجاتنا من الطرف الاخر. لو كل طرف يتوقع ان الشخص الثاني هو اللي يسدد كل احتياجاته بغض النظر عن هي ايه الاحتياجات دي، طبعا هيبقى النتيجه هو ان في توقعات غير محصول عليها او ان هي ما بتحصلش، لان الشخص مفيش شخص يقدر ان هو يسدد كل احتياجات الطرف الثاني. عشان كده مهم قوي انه التركيز يكون هو نظرتنا للرب نفسه ان هو يسدد احتياجاتنا قبل اي شخص ثاني. كان فعلا هو الله انه فعلا انه احتياج كل شخص للحب يكون متجه تماما لمحبه الله نفسه، ان هو يشبع بحب الله ومحبه الله قبل ما يشبع او يتوقع ان الشخص الثاني هو يشبعه بحبه هو. امين. لكن لو هنيجي تفضلي. أمين. أخ ماهر، أنت موجود معنا على الهواء، وإحنا رح نعود معك نستكمل هذه النقطة اللي أشرت لها، جدا رائعة. وفعلا الأساس في البداية أنه يكون الرب يسوع هو أساس البيت. وأنت ابقى معنا، وبعد قليل سأعود حتى نستكمل الحديث معك دكتور ماهر. Thank you. نعود أخ فريد أنه نكمل حديثنا. عندي تعليق بسيط. أنا قدي فرحان بمشاركة الدكتور ماهر، لأنه إحنا بنعرفه سواء أنا أو سلوى من سنين في مصر وفي خلال الخدمة في الكنيسة في القاهرة. الفكرة الأخيرة اللي قالها أنا عايز أعلق عليها، لأن دي ليها علاقة بموضوعنا. كثير من الناس بيدخلوا للحياة الزوجية بتوقعات خاطئة، على رأسها أنه سوف يجد كل طرف إشباع احتياجاته من الطرف الآخر. خلينا نبسط الأمور. المرأة احتياجها الرئيسي للحب والحنان، لأنه إشباعها بالحب والحنان بيملأها بالأمان. فلو لم تجد الحب والحنان بتضطرب، مفيش أمان، بتبقى منزعجة جدا. مفيش راجل مهما أوتي ومهما قدم لزوجته من محبة هيقدر يملى الخزان العاطفي بتاعها. هذا الخزان لابد أنه أولا يملى من اللي طبيعته الحب، مصدر الحب الله محبة. أمين. عشان كده على قد ما الإنسان عرف الرب وقرب منه واستمتع بالشركة معاه وشرب من نهر الحب الإلهي، الزوجة اللي ليها علاقة مع الله أساس شبعها علاقتها مع الرب. أمين. واللي بيكمل إشبعها هو الزوج وأولادها. أمين. طيب إذا الزوج ما قدمش، هل تعاني وتعيش تعيسة؟ هتتأثر شوية، لكن لو القناة بتاعتها مفتوحة على المحيط الإلهي هيعوض. أمين. وده اللي بنشوفه لما أحيانا امرأة تقية بينتقل زوجها، في ألم، في معاناة، بتفقده، بتفتقد وجود ما فيش شك، لكن لا تدمر نفسيا. ليه؟ لأنه هي عارفة السكة الحقيقية للتعزية والتشجيع والمحبة والاهتمام هو عاضد الأرامل زي ما قال مثلا. أمين. يعني تعالي للرجل. الرجل احتياجه الرئيسي الحاجة إلى التقدير والاحترام. إن كانت المرأة احتياجها الحب والحنان، هو عايز التقدير والاحترام. ففي رجال بيدخلوا الحياة الزوجية عشان عايزين دي، إنها دايما
تقدر وتحترم. نمرة اتنين أضيف لكده، بيدخل حياة الزوجية أيضا حتى تكون هي المشبعة لاحتياجاته الجسدية الجنسية، هو مهدف لهذا. الاتنين دول عشان يدخل رجل للحياة الزوجية بهذا التوجه خاطئ. الجانب الأولاني اللي ليه علاقة مع الله وجد القبول في المسيح. نحن مقبولون في المسيح، نحن في المسيح مقبولون أمام الله قبول غير مشروط. وعندما نأخذ من المسيح دور في الخدمة نجد التقدير. اللي بيخدم الرب ده عنده تقدير. وعندما أكرم الرب أجد الاحترام، إني أكرم الذين يكرمونهم. الأمر الآخر الاحتياج الجسدي، الكتاب بيعلمنا فيه إنه قائم وموجود، لكن أضف عليه صفة جميلة قوي، وهي صفة التعقل وضبط النفس. فثمر الروح يقول عنه تعفف، وتعفف سيلف كنترول، ضبط نفس. الشخص اللي ليه علاقة مع الرب ما بيبقاش نهم على العلاقة الزوجية بدرجة بتجعل زوجته أحيانا مش قادرة تلبي هذا الاحتياج، اللي أحيانا بياخد كمان صور متطرفة خاطئة. يعني في رجال بسبب استسلامهم لمشاهدة ما هو إباحي، ليكن مثلا الأفلام الإباحية أو المواقع الإلكترونية الرديئة اللي بحسب الإحصائيات دلوقتي بتدمر نفسيات الأولاد والرجال المتزوجين. في المشورة الزوجية بعض الزوجات جم وحكوا قالوا أنه أنا كرهت الحياة الزوجية بسبب أنه ما يشاهده الزوج في هذه المواقع يريد أن يمارسه معي في البيت. طبعا ده أمر مدمر. إيه السبب؟ خطيئة. هذا الرجل لم يضبط نفسه، لم يحكم على ميوله الشهوانية، مع أن الكتاب يقول أميتوا أعضاءكم النجاسة الهوى. فيريد أن يشبع، هنا بقى مش احتياج لكن شهوة رديئة، تكون النتيجة أنه ده بيخلي المرأة مش قادرة تتحمل. يعني thank you أخ فريد، أشرت إلى نقاط رائعة جدا يعني في منتهى الروعة، وهي أنه كامرأة أنه تأخذ احتياجها وتأخذ كل يعني لا تنتظر، لأنه الإنسان هو مو كامل، يعني حتى الزوج هو مو كامل أنه يلبي كل احتياج المرأة، لكن إذا كان عندها الرب يسوع راح يكون عندها هو اللي يروي حب، اللي يرويها بالحب الرائع، الحب اللي ما في كلمات أستطيع أن أترجم هذا الحب. فعلا احنا مختبرين هذا الشيء كنساء مسيحيات، الرب هو اللي يشبعنا في اوقات احتياجنا، في اوقات الضيق، في اوقات، لانه الزوج يعني احنا ما نعتب على الزوج لانه هو مو انسان كامل، لان الكمال هو فقط لله، لكن انا استطيع ان اعيش اذا كان عندي هالايمان، اذا كان عندي هذا الاله العظيم اللي يسد كل احتياجاتي الزمنيه. ونفس الشيء بالنسبه للرجل، انه احترامه وتقديره ياخذه من الرب، وأيضا الإشباع الجسدي إذا كان هو قوي في الرب، كل هذه الأمور راح تختفي من الحياة، لأنه كما تفضلت حضرتك في بداية البرنامج شو قلت أن إبليس هو اللي يريد يفكك، هو اللي يريد يدمر العائلة. لكن كلمات حلوة وضع الرب اليوم على فم أخ الخادم الرب الأخ فريد، أنه إذا كان الرب هو مسيطر على حياتنا كعائلة ما راح يكون في أي من هذه المشاكل. أخ فريد إذا تسمح لي في عندنا اتصالات أخذ بعض الاتصالات ونستكمل حلقتنا. أو معنا بنت الرب، تفضلي أنت على الهواء مباشرة. أنا بشكر الدكتور فريد على كلامه الحلو المبارك، لكن في نقطة عايزة أسأل فيها، تدخل الأمهات في بيوت أولادهم وفي تربية الأولاد وعدم تقدير الزوج لمراته اللي بتتعب وبترجع من شغلها متأخر وبتبذل مجهود جامد ما بين الولاد وما بين البيت، وما فيش كلمة حلوة بتتقال لها، ما فيش مشاعر حلوة بتتقال لها، ما فيش بترحيب بيها لما بترجع في البيت، حاجات كتيرة بتبذل مجهود جامد لكن ناقصها عواطف كتيرة ومشاعر حلوة من جوزها ما بتتقال لهاش. أمين أمين.
ثانك يو بنت الرب. وفعلا اخ فريد انا كنت حابه اسالك على هالنقطه اللي تفضلت بنت الرب، انه الرجل مثلا او الامراه، يعني بما انه احنا بحكم عايشين في المهجر انه المراه تشتغل، يعني اغلب النساء 90% من النساء يعملون يعني في هنا في امريكا، فيقضون اوقات طويله خارج البيت، هل هذا يؤثر على العلاقه الزوجيه؟ هل يؤثر على الاولاد؟ الأخت بنت الرب سألت هذا السؤال، وأيضا إذا ممكن توضح هذا السؤال، لأنه إحنا هناك عوائل في المهجر كثير يعانون من هذه المشكلة، يعني الإمرأة تشعر بعدم الاحترام، تشعر بعدم الثقة، تشعر بعدم الإشباع الحب زوجها لأنه ما تقضي وقت طويل، ونفس الشيء طبعا أكيد الرجل، فكيف يعني نعالج هذه المشكلة؟ شكرا للسؤال. هبتدي بس الأخت بنت الرب أشارت إلى نقطة تدخل الأهل، يعني أرجع للنقطة دي وأجاوب على سؤالك يا أخت رواء، وكمان سلوى هتشارك في إجابة السؤال بتاعك. بالنسبة لموضوع تدخل الأهل، الحقيقة إنها مشكلة قائمة بتحدث كتير، وكل زوج محتاج أن يطلب من الله حكمة عشان يكون عنده توازن بين إكرامه للأب والأم، لأن دي وصية إلهية، أكرم أباك وأمك. أمين. إكرام معنوي، إكرام مادي، إكرام عاطفي، خاصة لأنه هو لما بيسيب البيت بيحصل فجوة عاطفية في قلب الأب والأم وبالذات الأم، ده من ناحية. لكن من الجانب الثاني، إزاي أن الرجل يعرف أن الله عايزه بعد الزواج أنه يلتصق بامرأته فتصبح زوجته هي الأقرب إليه من الوالدين، مع أهمية دورهم ومع غلاوتهم. هل معنى كده أنه لا رأي للوالدين يؤخذ به؟ لا، في فرق بين نصيحة وبين تدخل، يعني أكيد هم خبراتهم أكتر من خبرة الأسرة الجديدة، لكن أحيانا بعض الآباء والأمهات بيتدخلوا في شؤون، في أدق شؤون الأسرة الجديدة، وده بيسبب عند الزوجة توتر شديد، والرجل اللي مش حكيم بينساق جدا لرأي والديه وبيهمش زوجته، بتكون النتيجة ان ده هيؤثر جدا على سلامة العلاقة والثقة بين الاثنين. ده سؤال الأخت بنت الرب. أعود يعني إلى السؤال اللي سألته أنه العمل خارج البيت، لكن أحب أنه أسأل الأخت سلوى بالنقطة اللي تكلم فيها الأخ فريد، أنه كيف يعني كنساء إحنا أنه كيف إذا كيف نشبع رغباتنا، أو يعني أنه ما نعتمد على الزوج يعني في كل الأمور، ممكن أنه الزوج يكون عاجز أو يكون غير حكيم أو يكون يعني أمور كثيرة في الحياة، مسؤوليتها كرجل يعني يهمل بعض الأمور للزوجة، هل يعني الزوجة أنه تأخذ مواقف سلبية من هالنحو، أو كما حضرت تفضل يعني المرأة المؤمنة تختلف عن الإمرأة العادية؟ أنا الحقيقة عاوزة أقول كلام في الموضوع ده مهم، أنه بالنسبة للمرأة اللي ليها علاقة مع الله، أو بأنصح كل إمرأة الحقيقة، أنه العلاقة الزوجية حلوة والزواج شيء رائع وخطة مرتبة من الله، لكن ده لا ينسيها علاقتها الأساسية مع الله. فلكل امرأة عشان تبدأ بداية صح، هي محتاجة نكون لها علاقة وثيقة مع الله. وواضعة في الاعتبار أن المبادئ اللي هتعيش بيها وهتسلك بيها هي محتاجة حكمة من الله. فما نقدرش ننصحها بحاجة، يعني لو جينا ننصحها بأي نوع من النصيحة تقول يمكن مش قادرة، أو تحط اللوم على شخص آخر. لكن عاوزة أقول لها ابتدي البداية الصحيحة من علاقتك مع الله، ورتبي أولوياتك قدام الله. الأخت بنت رب كانت بتقول دلوقتي على الساعات الطويلة اللي المرأة هنا بتقضيها في العمل أو في المجتمع، هي فعلا هي وطول ما هي في المجتمع هي بتتلوث من أفكار من المجتمع، وبتعامل معاملات صعبة، وبيتحط عليها مسؤوليات كتيرة وإرهاق كتير. طب إمتى هي تراجع كل الكلام دوان؟ لازم لما ترجع بيتها يكون ليها وقفة وعلاقة مع الله. علاقتها مع الله هتعيد توازنها الداخلي النفسي، هتعرف بعد كده تشوف إيه الصح وإيه الغلط، هتتعامل زي مع زوجها،
إذا كان عنده ضعف معين زي ما كنا بنتكلم في أول الحلقة عن الشكوك، هتقدر تميز إن دي شكوك. إذا كان عنده أي نوع تاني من السلوك الضعيف بيكلمها كلمات جارحة مش بيشكرها، هي أولا تتزن في علاقتها مع الله، وبعد كده هيبقى عندها الحكمة تتعامل إزاي مع زوجها ومع أولادها. فهنا أنا بنصح كل زوجة أنها تراجع علاقتها مع الله وتبدأ من البداية الصحيحة. آمين آمين. شكرا أخت سلوى على يعني فعلا الرب يستخدمك للبركة للنساء في ديترويت وأكيد في كل مكان. Thank you. يعني أخ فريد، أنا رح الأخ ماهر معنا. أوكي، إلى أن يجي الأخ ماهر. أوكي هو معنا. أخ ماهر، قبل أن أعود إلى الأخ فريد، أنت تطرقت إلى مواضيع جدا رائعة بديتها، لكن إذا ممكن كيف نستطيع أنه نعالج هذه المشاكل التي تسبب إلى هدم هذه الأسرة، إلى هدم الزوج أو الزوجة والأولاد؟ ما هي الأمور اللي تجعلني أنه أستطيع التواصل في هذه العلاقة وأستطيع أن أكون كامرأة أو كرجل أعمل بحسب مشيئة الرب؟ وفي ست حاجات ممكن تكون تسبب انقسام في العلاقة الزوجية أو يعني هدم العلاقة الزوجية. كل ما تجنبناها وعملنا عكسها، كل ما كان طبعا فرصة النجاح في العلاقة الزوجية تبقى أفضل بكثير. أول حاجة هو لما يكون طرف من الطرفين عنده مطالب يعني مطالبات أو توقعات أنانية، ودايما يتوقع أن الزوجة أو الزوج يسددوا هذه المطالبات أو يعني يعملوا اللي هو عاوزه حتى لو على حساب رغباتهم أو مشاعرهم. دي أول حاجة. حاجة تانية اللي هو مثلا زي ما الأخت سلوى كانت بتشارك، لو في نقد جارح أو لاذع أو حكم على الطرف الآخر أو إلامة بطريقة مهينة أو طريقة سلبية. إحنا كنا بنقول إنه المرأة بتحتاج إن هي تقدير لكل الحاجات اللي بتعملها، وإن يبقى في كلمة حلوة تقلها، ده صح. لكن أوقات كتير العكس هو اللي بيحصل، بيبقى في زي برغم من تعبها وكل اللي بتعمله بره البيت وجوه البيت كمان، لأنها مش لاحقة تعمل كل حاجة بالصورة اللي هي الزوجة توقعها، يبقى في نقد ولوم، وممكن يكون في إهانة مع هذا النقد. ده طبعاً بيهدم أكثر وبيحسس الزوجة إن هي فعلا زوجها ما بيحبهاش زي ما كان بيحبها في الأول. الحاجة الثالثة إنه لو الزوج أو الزوجة بيلجأوا لإظهار الغضب كوسيلة من وسائل لمعالجة الأمور أو للفرض اللي هم عاوزينه أو بيتوقعوه. في كل مرة الزوج يغضب وبيزعق وبيلجأ لهذه الوسيلة لتفاهم وتواصل، ده بيخلي الزوجة إن هي زي تنكمش أو إنها يعني تخاف ومش عايزة تتواصل معاه، مش عايزة فعلا إن هي تتواصل معاه في علاقة بطريقة إيجابية. والعكس طبعا ممكن يحصل لو الزوجة هي اللي بتستخدم الغضب كوسيلة للحصول على رغباتها والاهتمام بأمورها هي. رابع حاجة هو الكذب، زي ما الدكتور فريد كان بيشارك الأول، إنه لما فيش شفافية، لما فيش transparency، لو أي طرف من الطرفين بيلجأ لأنه يخفي أمور عن الطرف الثاني، ده بيفقد الطرف الثاني الثقة فيه، وبالتالي الثقة بأنه الشخص ده ممكن إن هو يكون مصدر أمان لي أو مصدر حب لي، طبعا بيهدم العلاقة. خامس حاجة أوقات كتير، وأنا أعتقد إن مفيش حد ما عندوش أي عادة في تصرفاته أو في تركياته ممكن تكون سبب زي إزعاج أو annoyance للطرف الثاني. يعني تكون حاجات بسيطة جدا، لكن لما بتتكرر بالرغم إنه الطرف الثاني بيقول له الموضوع ده وبيضايقني لما بتعمله، وهو مستمر إن هو يعني هو بيكبر منه، ده بيسبب طبعا إحساس الطرف الثاني إن هو أنت مش بتهتم بيا وما عندكش أي إحساس إزاي الموضوع ده وبيضايقني بطريقة. ثالث حاجة هو التصرف الاستقلالي غير مبالي بالطرف. أوقات كتير يسوس أو
يتخذوا قرارات طبعا في امور قرروها تتعلق بامور تتعلق قرارات المستقبل التي دكتور ماهر عفوا الصوت غير واضح، اذا ممكن الكنترول يضبط الصوت ونعود معك مره اخرى. فمشاهدينا اسفين لانه الصوت غير واضح، قطعنا الاخ الدكتور ماهر ولكن سنعاود الاتصال معه مره ثانيه، وايضا نحن ناخذ اتصالاتكم على الهواء مباشره والرقم متباين على الشاشه، ونعود مره ثانيه الى الاخ الدكتور فريد. نعم تكلم كلام رائع جدا الأخ الدكتور ماهر، يعني نعم. عن كيف التكافؤ بين الزوجين وأين التعامل الزوج لزوجته والزوجة يعني هل هناك يعني هل الزوجة محتاجة أكثر للعطف، هل الزوجة محتاجة أكثر للحنان؟ يعني بحسب ما قال الدكتور أنه مثلا الجروح والكلام اللاذع وهالأمور تسبب، يعني هل الزوجة أكثر تتأثر ولا الزوج والزوجة يتأثرون بنفس يعني المقياس إذا نقدر يعني نقول؟ العهد الجديد أوصى الرجل في علاقته بزوجته بثلاث وصايا رئيسية. الوصية الأولى أن يحب، الوصية الثانية أن لا يقسو، الوصية الثالثة أن يكرم. وعايز أقف قدام الثلاثة دول لأن دول في رأيي البرواز الإطار العريض اللي جواه بتيجي مواقف الرجل من زوجته. أول شيء أن يحب. إزاي يحب؟ كلمة محبة ما هي موجودة في كل حتة. الكتاب لما أوصى الرجل أنه يحب امرأته قال له تحب امرأتك واحد كما أحب المسيح الكنيسة. يعني إيه؟ يعني محبة البذل والعطاء المستمر. قلت من شوية أن الحياة الزوجية السوسة اللي تنخر فيها هي الأنانية. لو حضرتك شفتي بيوت كتير تعبانة بسبب الأنانية، رجل أناني عايز يتخدم، لكن الصحيح أن يدخل الحياة الزوجية مش بمنطق هي هتخدمني قد إيه، لكن أنا أخدمها قد إيه. طب مين يساعدني على كده؟ كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. فأحب محبة مضحية، محبة باذلة، محبة معطاءة. لكن تاني حاجة بيقول يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. يقصد بيها هنا إيه؟ الاهتمام. يبقى الأولى العطاء، التانية الاهتمام. مين مننا ما بيهتمش بجسده؟ ده شيء طبيعي، كل واحد فينا بيهتم بجسده. بيقول له اهتم بامرأتك زي ما بتهتم بجسدك. ثلاثة، يحب امرأته كنفسه، ودي معناها أن زوجته يكون مكانها بالنسبة له زي نفسه تماما. الوفاق في الفكر والعناية، الإنسان بيعتني بنفسه. دي أول حاجة المحبة. ممكن أعمل بس مداخلة في الحتة دي؟ إذا إحنا كنا بنتكلم على موضوع الشك وإن ممكن الزوجة تشك في كثير من الأفعال، بالطريقة اللي سمعناها دلوقتي الوصف عن المحبة، الكتاب بيقول إن المحبة تطرد الخوف إلى خارج. ما أعتقدش إن في زوجة هيكون عندها بعد ما ترى هذه المحبة الصادقة والعطاء والبذل والصراحة في المحبة والتعبير عنها بصورة عملية وترجع بعد كده تشك في زوجها. فأنا عاوز أقول ده من أكبر الجدار اللي يسد أي سهام للشك، المحبة الحقيقية من الزوج تطرد شكوك الزوجة. أمين أمين. ثانك يو أخت سلوى. ثانك يو. أنا قلت ثلاث حاجات الكتاب أوصى بهم الرجال. واحد المحبة، وشفنا المحبة ليها ثلاث أوصاف. اثنين عدم القسوة. في رسالة كلوسي أصح 3 عدد 19، أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. ويقال في اللغة اليونانية أن كلمة قساة تحمل أيضا معنى آخر، في داخلكم مرارة تجاههن.
تجاه النساء، البيترنس. وده اللي بنشوفه احيانا، ان الرجل بيبقى قاسي خشن، كلامه زي ما قال الدكتور ماهر مفيش تقدير، مفيش شكرا، مفيش مرسي، مفيش كلمة تشجيع للمرأة. وكمان احيانا بيبقى عنده مرارة تجاهها، وبيعبر عن المرارة دي بالسخط او بالمعاملة اللي ممكن يؤذيها نفسيا او بدنيا، او بالسخرية والاستهزاء، او بالسخرية يعني ساعات تبقى الكلمات لازعة وفيها سخرية وتحقير للمرأة ولكل جنس المرأة كمان، او ليها او لعائلتها، والحاجات دي الحقيقة تدرك فعلا تحت كلمة القسوة، فدي بتسد قنوات المجاري المحبة اللي بينها وبينه. الكلمة الثالثة أن الرجل يكرم المرأة. بنقرأ الآية الجميلة دي في رسالة بطرس الأولى أصح 3 عدد 7: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النساء كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. شايف المستوى؟ يعني كرامة يكرمها، طريقة كلامه معها، تعليقاته ليها، كلامه عنها قدام الأصدقاء أو الأقارب أو الأهل، أسلوب كلامه معها قدام الأولاد، كل ده يدخل تحت بند الكرم. أمين أمين. كلمة الرب رائعة أخ فريد، والرب يباركك على هذه الكلمة. راح نعود نستكمل، لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل مشاهدينا، وأيضا أنا أدعوكم للمشاركة في هذا البرنامج، وأيضا إن كان في عندكم أي سؤال أو أي تعليق بما يخص الأسرة والعائلة، فنحن بانتظار مكالماتكم على الهواء، وبعد قليل سنعود معكم. If you would like to watch a show you recently missed, or would just like to browse our live show directory, we encourage all of our viewers to go to our 4 YouTube channels. You may find our 4 YouTube accounts by typing www.youtube.com/ABNSAT /English Gospel /Arabic Gospel /Aramaic Gospel. We appreciate all of your support and prayers, and if you have any questions or comments, please visit our website at www.abnsat.com, or you can call us at 248-416-1300. تشاهدون الآرامية. فرعون أول من قال أخطأت في الوجود، وآية أخرى لم يرسل الله ابنه إلى العالم. يدين فتح أحد الباب، أدخل إليه وأتعشى معه. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد عبر شاشة الآرامية، نلتقيكم هذه الليلة مرة ثانية في هذا البرنامج، ومعنا خادم الرب الدكتور فريد زكي، وأيضا معنا الأخت سلوى. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. وموضوع حلقتنا هذه الليلة هو عن الأسرة وعن العائلة. نعود نستكمل الحديث مع الأخت سلوى. أخت سلوى، يعني بما أنه إحنا هنا في المهجر كنساء، النساء هنا يعني يعانون كثير من يعني من التعب، استنزاف في طاقتهم لأنه يعملون، وأيضا يعني مشاكل نفسية بتعبهم كثير، فهذا أكيد يعني يأثر على علاقة المرأة مع زوجها وعلاقتها أيضا مع أولادها، يعني أكيد راح يكون في أنه تقصر في علاقاتها. ف يعني إلى أي مدى أنه المرأة يعني تستطيع أنه تتعامل مع هذه الأحداث اللي تكون هنا يعني في أمريكا؟ يعني كامرأة أنت من المرأة الشرق الأوسط، أكيد أنت شفتي هنا المرأة كيف الاختلاف، يعني أكثر إحنا مشغولين بزي، فالحياة هنا أكثر مشغولية، فكيف تنصحين المرأة أنه تتعامل مع هاي الظروف الصعبة هنا في أمريكا؟ الحقيقة أنا يعني من خلال زياراتي لأمريكا بشوف أنه فعلا بأشفق مرات كتيرة على الزوجة وعلى المرأة هنا. هو يمكن وإحنا هناك في الشرق بنشوف أن مرات كتيرة بنقول يا بختها المرأة في الغرب أنها أخذت حقوق وحريات كثيرة، ويمكن اللي كانت بتفكر فيه أو بتحلم فيه أنها تتساوى مع الرجل يمكن وصلت لمراكز كبيرة هنا هو في الغرب، لكن مع كل امتياز في مسؤولية كبيرة قوي. أنا بشوف هنا هو أن كل امرأة هنا فعلا مستنزفة، لأن ما بيبقاش في فرق كتير بين الأشغال اللي بتقوم بها المرأة والأشغال اللي بيقوم بها الرجل، وهي مهما كان فهي الإناء النسائي الأضعف، لكن بتقع عليها المسؤولية مسؤولية كبيرة، وبالذات المرأة اللي بتعمل لساعات طويلة خارج بيتها، فهي مسؤولة أنها تكون ناجحة في عملها ومنجزة ومراضية لمديرها إذا كانت هي بتشتغل ولها مدير، وفي عهد في تنافس، هي برا البيت على طول لازم معها تنافس كتير علشان تثبت وجودها وتثبت مكانها في العمل، ثم بعد كل هذه المسؤوليات عليها أنها تعود للبيت وتراعي زوجها وأولادها وتقوم بمسؤولياتها. أنا أقول أنه ما أعتقدش أن في واحدة تقدر تكون ناجحة في كل الأمور بصورة نسبة 100%، لكن أقول لكل زوجة يعني نصيحة أنها لما ترجع لبيتها تهدئ نفسها قدام الله وتراجع أولوياتها. لكن عفوا يعني أقاطعك في هذه النقطة، المشكلة يعني أكيد كثير من النساء يشاهدون أنه رح يقولون ما في عندنا وقت، أنه بحسب أنت الآن تقولين أنه يعني أجلس ومع الرب وأخذ وقت خلوة، يعني أي. وقت محصور، كيف المرأة يعني تستطيع أنه تأخذ هالخلوة مع الرب؟ الحقيقة في الحتة دي أنا عاوز أقول لازم كل مرة تراجع أولوياتها، يعني ما فيش مانع انها تخرج لساعات عمل طويله، بس اذا لقيت دون هيعمل لها اختلال واختلال في اتزانها اولا النفسي واختلال في وظيفتها كزوجه وكأم في البيت، فهي عليها انها تراجع مره تاني اولوياتها واهميه هذا العمل. ربما تكون في سنين محتاجه انها تكون في البيت في الاول لغايه ما تراعي اولادها ويكبروا ثم تعود الى العمل مره تانيه، لكن في هذه السنين المستنزفه فيها لابد أنها تقتصر القليل جدا من الوقت لتلتقط أنفسها مع الله. ماذا عن إذا كان مثلا الزوج بعيد عن الله، ويعني الأجواء في البيت ما تشعر أنه تستطيع أنه تتواصل مع الرب؟ مثلا في أزواج كثيرين يعودون ساعات متأخرة من الليل، أو مثلا يروحون إلى أماكن ترفيهية لا يعودون إلى منتصف الليل، وبعدها يعني هم يعودون إلى البيت ويكونون في أسوأ حالة نفسية، فكيف المرأة تستطيع أن تتواصل مع الرب وهي في حالة أنه أولادها بعيدين، أولادها في العالم، زوجها في العالم، يعني بيتها مهدوم؟ فما هي نصيحتك لهذه الامرأة التعبانة اللي تعمل في الخارج في سبيل أنه تحقق نجاح البيتها، لكن مع هذا البيت مهدوم؟
أنا أعتقد أنها دي أكثر احتياجاً إلى الله، لأن كل الظروف تحس أنها ضدها، ما فيش زوج سندها وما فيش أولاد، بس هي محتاجة أنها تقب. فمين اللي هيديها دي؟ زاوية واحدة تطفو. غرقانة تطفو على السطح، تطفو من لا لا بس تقب، الأحباء ما يفهمها محتاجة أنها تطفو على السطح، لكن هاي خطوة صعبة يعني. فهي محتاجة إلى تعيد علاقتها مع الله. ربما الرب يرشدها بحكمة إزاي هتتصرف مع هذا الزوج، إذا كان عنيف، إذا كان عنيد، إذا كان سكير شرير. هي محتاجة حكمة من الله عشان تبني البيت، كمان محتاجة حكمة لإرشاد أولادها. هتجيب منين القوة والحكمة والطاقة النفسية إلا من الله؟ يعني هل هناك أمل في هذا البيت المهدوم؟ الزوج في الخارج والأولاد في العالم، هل هناك أمل إن كان المرأة أخذت الخطوة اللازمة للتقرب إلى الله؟ هل هناك لنقول يعني بذرة أمل أنه الرب يتعامل مع هذه العائلة؟ بدون شك أنا أقول أن سلاح الصلاة، إذا كانت هذه المرأة مؤمنة ولها علاقة مع الله، أنا أقول بنعمة الرب هتنجح، لأن الرب هيديها هذا النجاح وهيديها الحكمة اللي هتبني بيتها، وهي مرتمية على الرب وبتأخذ قوتها من الرب، فالرب هيرشدها تتصرف إزاي في كل أمر، في الكبيرة وفي الصغيرة، هيسهل لها أمور هي قدامها زي الجبال. وأنا أعتقد أن دموع الصلاة لكل أم ولكل زوجة لا يمكن أن تضيع سدى، لكن الرب بيستجيب والرب بيدينا أكثر مما نطلب أو نفتكر. آمين آمين. يعني أخ فريد، أحب أسألك نفس السؤال اللي وجهته لحضرة الأخت سلوى، لأنه فعلا إحنا هنا في المهجر في معاناة كثيرة بنسمعها كل يوم تقريبا. يعني هو أباوت لو نأخذ هسه بالعكس، الرجل مثلا لو شك الرجل في بزوجته إنه هي على علاقة يعني في مع جنس آخر، أو يعني هو الشخص اللي يعني أكثر تعبان من الإمرأة، هل يأخذ نفس الموقف اللي راح تأخذ المرأة، ولا الطلاق هو الحل النهائي؟ لا طبعا، إحنا أولا مفروض نستبعد تماما من الفكر ومن اللغة بين الاتنين كلمة طلاق، لأن دي مجرد ما دخلت حتى ولو على سبيل الهزار أو على سبيل التهديد، من الممكن أنها تتحول إلى واقع ونتيجته حصاد مر ونتائج صعبة قوي على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد، بالإضافة إلى أن الشهادة عن الأسرة المسيحية في المجتمع بتتشرخ. ما ننساش كل ده. لكن هفترض أن الزوج بيعاني بسبب أخطاء من الزوجة، أو أنه عنده شكوك من ناحيتها، أو إلى آخره. الزوج ده في البيت بيمثل الرب، بيمثل الرب، بيمثل الله. عفوا أخ فريد، لنفرض أنه لأنه إحنا يعني هنا في المهجر في عوائل كثيرة بعيدين عن الرب، إذا هو مثلا بعيد يعني لا يعرف كيف يتواصل مع الرب بالطريقة الصحيحة، وعنده هذه المشاكل في البيت، لكن هو يحب أنه يحافظ على بيته ويحافظ على أسرته وزوجته، وبما بحكم المرأة هنا لها الحرية، نرى أحيانا المرأة يعني تأخذ حريتها في البيت، أي يعني مع زوجها أنه تسترسل في الحرية يعني أكثر من اللازم. فالزوج في هذه الحالة إلى أي مدى، إلى أي حد يستطيع أنه يعني يتمادى مع هذه الامرأة؟ لا يوجد امرأة تقف أمام حب زوجها جامدة. المشكلة أن الرجل لما بيجد أن زوجته بتتصرف تصرفات غلط، بيبتدي هو كمان بتجف مشاعره من ناحيته، وبيبتدي هو كمان بيرفض انه يقدم لها المحبة، فبتكون النتيجة ان هي بتاخد رد الفعل ده وتتمادى في الطريق اللي هي فيه. فنصيحتي على الرجل الحكيم العاقل انه يفضل يحب، والمحبة ما تسقطش ابدا، يحبها. امين. حاجة تانية، يستر على غلطها، يحتويها. امين امين. الحاجة التالتة، انه يتعامل معاها باعتبار انها يعني هفترض انه عنده ابن مرض سخن، حراره ارتفعت، بيعمل ايه الاب لما الابن حرارته بترتفع وبيمرض؟
بيضربه بيحتويه اكتر، صحيح. بيحضنه، بيجري عليه على الامرجنسي روم. طب هفترض انه رجل شاف ان زوجته زودته، اعتبر ان ده بداية مرض، طب احتويها وعالجها. أمين. مش عارف أنا أجابت عن سؤالك ولا لا؟ تقريبا، بس أنا رح أرجع أسأل السؤال، لكن في عندي اتصال، أخذ الاتصال وأعود نستكمل الحديث. معنا الأخت بلقيس، تفضلي أنت على الهواء مباشرة. هلو حبيبي. يا أهلا أخت بلقيس، تفضلي. سلام المسيح معكم. والسلام الرب يسوع معك أيضا. سؤالي، أخويا تزوج بالعراق وصار له 3 أطفال، جاء على أمريكا طلع. نعم. الطلاق، وزوجته راحت تزوجت وعافت الأولاد والرجال، يعني مو بس من الرجال، يعني ما عنده صوت أخويا، يعني ذاك بحالة إذا هي عشقت واحد وراحت. أوكي، الأخت بلقيس تقول إنه هاي سؤال واحد. ثاني سؤال، أقدر أسأل الأخ فريد؟ نعم. يعني صالحين أولادي والبناتي، لأن بعدهم من الكنيسة من جينا على سانتياغو. نعم أخت بلقيس، إذا ممكن بس تعيدين السؤال لأنه ما كان واضح. نحن جينا على أمريكا هون في سانتياغو، أشوف أولادي وبناتي بعدهم من الكنيسة. ما يروحون للكنيسة؟ إيه، أريد بس صلاة، يعني صلي. أمين. صلاة. أوكي، شنو أسماء أولادك أخت بلقيس؟ عزيز وبنات. عزيز ودلال. اوكي انا دلال. اوكي بنتي دلال محتاجه صلاه، تريد تروح جامعه. اوكي بنتي دلال محتاجه صلاه، تريد تروح جامعه للجامعه. اوكي تصلون يعني أكيد. اول مره رب العالمين وبعدين انتم. اكيد انا اطلب بعد قبل ان تنتهي الحلقه من الاخ فريد يرفعها امام عرش النعمه، واكيد اخت بلقيس تاكدي هذه الاسماء ما راح تروح يوميا، راح تكون هي في صلاتنا، وهي الفضائيه الاراميه هو هذا شعارنا دائما، انه الصلوات الاتصالات عن الصلاه هي يوميا ترفع امام عرش النعمه، تاكدوا يوميا هذه الصلوات هي مرفوعه امام عرش النعمه، والرب اكيد راح يتدخل وراح يبارك هؤلاء الأشخاص. ثانك يو أخت بلقيس، وأنا راح أسأل هذا السؤال للأخ فريد. نعم. أخ فريد، الأخت بلقيس كان سؤالها هو أخوها تزوج في العراق، وعندما أتت زوجته إلى أمريكا بعد أن أنجبوا الأطفال يعني تركته وذهبت وراء آخر، فما هو تعليقك على هذا السؤال؟ يعني طبعا دي حالة متكررة، أنا بسمعها كتير بتحصل هنا، وده بسبب المجتمع اللي بيغوي الزوجة أنها بسهولة تقدر تترك الرجل وتذهب مع شخص آخر. بالنسبة للرجل، واحد، لا يسرع في الطلاق حتى لو حدثت هذه الخيانة، لكن على الرجل أنه، بس دي عايزة قوة خاصة من الرجل، أنه يعني يتأنى ويجتهد انه يعيدها مره اخرى. ممكن تكون الزوجه دي في حاله من اللاوعي او من الغوايه اتخذت، لكن لما يطول باله ويتسلح بنيه الغفران ليها ويستردها للبيت، رغم ان انا عارف ان ده في صعوبه شديده كثيرة على الرجل الشرقي، لكن انا بقول خليه يعمل محاوله علشان الولاد. انت قلتي ان في اولاد، البيت ده هيتدمر، ومين يضمن انه لما يتزوج واحده تاني تعتني بالاولاد زي الام الاصليه؟ اما لو هي استرسلت في طريقها وقبلت كل محاولاته بنوع من الرفض، خلاص. برضو انا رايي انه مش هو اللي يقدم على خطوه الطلاق، خليها هي اللي تقدم عليه، هي اللي تقدم. اوكي، والله اللي شايف يعني انه مجني عليه عنده الحلول وعنده التعويض ليه. امين. خصوصا اذا ما كانش مر وقت طويل على مفارقته، فاذا كان لسه الموضوع لشهر لشهور، يحاول يلحق يعمل هذه المحاوله قبل ما تتجمد المشاعر وتزيد العواقب. لانه احيانا كتير النساء اللي ارتكبوا الغلطه الرهيبه دي بيستفيقوا منها بسرعه، يعني هم بيخدعوا وبس بتبقى خلاص الباب اتقفل انها ترجع للزوج الاصلي. احنا مش عايزين نقفل الباب
على قد ما نقدر. أمين أمين لإلهنا كل المجد. فعلا كلمة الرب كلمة رائعة، ودائما الرب ينطينا يعني فرص في هذه الحياة. نشكر بالزبط. الرب على هذا على كلمته. ومعنا اتصال آخر من الأخ حسن، تفضل أنت على البث المباشر. مساء الخير أختي المحترمة. مساء الخيرات، يا أهلا وسهلا. أنا مساء الخير ضيوفك المحترمين كرام. Thank you أخ حسن. أنا إنسان عبرت من الإسلام للمسيحية. أمين. أنا زوجتي مسيحية، تجوزنا بالبلد عنا، هني جيراني بقلب الضيعة، تجوزت ابن 17، صارت معارضة شديدة من أهلي أنا، أهلها هي لا ما كان في عندهم مانع عشان تكافؤ الديني بيني وبينها، ولكن أهلها ما كان عندهم هالنظرية، أهلي تركوني، اخواتي عمومتي كلهم تركوني، وحاولت اثبت لزوجتي انها مش لوحدها. امين. تلت العالم كله انا مرتي مؤمنه متدينه مسيحيه، حاربت العالم كله على عشانها وواجهت المجتمع، وصلت لمرحله انه امي قبل تعرضت لمرض خطير، اخواتي تركوا والدتي، حتى البنات كل واحد عند زوجها، راحت مرتي جابتها لعندها على البيت وصارت تخدم والدتي. انا عندي عندي اربع بنات من وراء مرتي وصبي. الرب يباركهم ويخليهم. انا عندي زينب، عندي مريم، عندي ايدي سار، عندي نور. امين الرب يباركهم. زوجتي أخذت أمي وحطتها عندها بالبيت وصارت تخدمها. قبل ما تتوفى أمي بلحظات إجت طلبت أمي من زوجتي أنها تسامحها لأنه أسأت إليها، وطلبت منها أن تسامحها، وقبل ما تموت أعطتها شحفة أرض قالت هيدي مني أنا لأني كنت ساعدتيني بحياتي. أمين. أخ حسن ربي يباركك، يعني اختبار حلو ورائع. أصلا سمحتين الله يخليك. في عندي اتصالات ثانية، أوكي تفضل. زوجتي التوفي صار جمعتين، أنا هلأ عم واجه مشكلة كبيرة. نعم. مشكلة أولادي، أولادي مربيين على التربية الإسلامية، هلا جايين من لبنان خلال اخر الشهر. هلا انا عبرت من الاسلام للمسيحيه، عم واجه هلا انا خايفان اني بدي صارح اولادي اني انا صرت مسيحي. عندي مشكله ان اولادي هلا مش قادر اقلب على اولادي، لان اولادي كلهم متعلمين وكبار، وحتى كمان ما فيني اقلب على يسوع. يعني انا مشيت على الطريق حتى ما ارجع. أمين. أنا ما بعرف إذا أنتوا عندكم حل إلي. أنا طالب الله يخليكم مساعدة حتى لو بتصلوا لي. أمين أخ حسن، أكيد بنصلي لك ورح نصلي لك يوميا أخ حسن، وأنت بطل في الإيمان، وأنا يعني أشجعك أنه تستمر على هذا الإيمان الرائع، والرب رح يباركك بركات عظيمة وبركات رائعة. والأخ فريد زكي رح يعطيك أكيد نصائح، والرب ما اللي رح يخليه على قلبه رح يستطيع أن يساعدك فيه. تفضل أخ فريد. أنا فهمت من كلامه أنه عنده أولاد كبار في السن، وأنه هم لسه ما يعرفوش عن المسيح حاجة، يعني هم في الخلفية الأخرى. نعم. وأنه هو جه للإيمان المسيحي بعد ما الأولاد دول كبروا. نعم. هو بيقول أعمل إيه؟ أول شيء وأهم شيء يعمله أنه يعيش الحياة المسيحية أمامهم دون أن يناقشهم ويطلب منهم أن هم يعبروا زيه، لأنه عملية العبور إلى الإيمان المسيحي دي نتيجة عمل إلهي في القلب. أمين. مش نتيجة محاولات إقناع بشرية. صحيح. ده عمل إلهي. أمين. طب إيه اللي يساعدهم؟ هو مطلوب منه أنه أولاده يشوفوا الفرق في أخلاقه، لسانه، معاملاته، عطاؤه، حبه معاه، فيشعروا يقولوا إيه اللي غيرك؟ هيقول لهم اللي غيرني ان المسيح في حياتي. دي لوحدها بدايه العمل الالهي فيهم.
يعني كما تقول كلمة الرب، ويرون أعمالكم ويمجدون أباكم مزبوط. الذي في السماوات. Thank you أخ فريد، وأكيد أخ حسن أنت راح تكون معنا في صلواتنا، وأيضا راح أطلب من الأخ فريد قبل انتهاء هذا البرنامج نرفعك في الصلاة، وأيضا أولادك وعائلتك في هذه السهرة، وأيضا يوميا، والرب راح يتعامل معك بقوة. تأكد إلهنا إله عظيم، إلهنا إله رائع، إلهنا يعني توقع أمور رائعة في حياتك الآن قريب. ومعنا اتصال آخر من الأخ جورجيس، تفضل أنت على البث المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا. شلونكم؟ نشكر الرب يسوع. الأخ فريد هو سؤال قبل شوية الأخ واحد الحرمة خبرة من عراق من كاليفورنيا ومن أمريكا، أنا بدي أخبركم من كندا. نعم أهلا وسهلا بك. طبعا أخ فريد أنطال جواب صحيح. أنا بالنسبة مطلق، هي زوجتي طلقني 7 مرات، دبتني بالسجن، وأصلي وأصوم بالبيتي، وكم مرة تحصلكم على قناة العرامية. بالنسبة لهذا زوجتي الأولاد الكبار ما شاء الله بدأ يشتغلون بالكمباني ناشيونال سيكار بالدنيا العالم كله. هم الأولاد يشتغلون، واحد من عندهم بنيامين يشتغل معايا. سويت قوة بقوة الله شغلت معايا، وأنا أشتغل 17 سنة هناك. وكذلك الحرمة هي سوى طلاق، ذبتني 7 مرات بالسجن، كل مرة $5,000 أدفع المحامي. الله يرضيها، أنا يعني أقول الله إذا يعفيها يعفيها، بس هي سوى طلاق. يعني ما كانت منتظر 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 ما سوي طلاق. يعني هذا الأخ الفريد هو جوابه صحيح. إيش قد ضميت صمام 5 سنوات ما شفت أولادي، وصليت رب العالمين المسيح، وأنتوا صليت يوسف البنيامين شمون ميري، وهي اسمها زوجتي اسمها فريدة. هي يا شلون تطي له السؤال يمر المسيح، شلون تطي جوابه قدام الله؟ إذا أنا إنسان مطيب، إذا يوم المسيح القيامة يوم العيد أقول له عيدك مبارك، لا تجاوبني السؤال، لا يقول لي مبروك عيدك، لا يقول لي كل سنة طيب. أخ جورجيس يضحكوا العالم قدام هي شو. أخ جورجيس سؤالك يعني هو أنه هل صحيح أنه إذا أوضح سؤالك إذا ممكن بالكنيسة مثل الشيطان؟ لا وضح سؤالك يعني للأخ فريد، يعني إلى أي نقطة تريد أن توصل؟ أنا أوصل الحرمة إذا مو طيب سوية وهي الطلاق وهي زوجة هي مو خش حرمة. أوكي أوكي الأخ شحي لي من فضلك. أوكي. فهميني الأخ جورجيس تفضل في كلامه أنه هو متزوج كان من امرأة، وهذه الامرأة طبعا احنا بحكم هنا في أمريكا في بعض الزوجات يعني لأسباب كثيرة أنه بإمكانهم أنه يتصلون 911 ويروح لرجل بالسجن. فالأخ جورجيس يقول أنه 7 مرات أنه تكررت هالعملية، وكنت أدفع $5,000 كل نعم. حتى يعني مثل كفالة أنه يطلع من نعم حبس. وهو كان يعني يقول عن نفسه أنه هو إنسان مؤمن، يعني وعدة مرات كان يتصل مع الآرامية ويطلب صلاة من أجل زوجته ومن أجل وأولاده، لكن هي أصرت على الموقف أنه هي اللي عملت الطلاق. فهو أنه يعني نفسي الأخ بريء أمام الله، والأمر الآخر الله سيعوضه، لأنه هو احتمل 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 لكي لا يقدم على خطوة خطأ. الرب هيعوضه وهيكافئه، ودايما إلهنا معروف أنه إله التعويضات. أمين. هو تألم كثيرا الحقيقة، أنا بتعاطف جدا معاه لأنه اللي وصفه شيء صعب، ويعني قليلين اللي يقدروا يستحملوه. نادر ما أجد رجال بهذه المروءة والشهامة، لكن طبعا هي رفضت وأغلقت الباب، وكمان هي مسكينة، يعني إن لم تتب ليها دينونتها وليها قصاص من الله هنا، وهو ليه تعويضات إلهية. نعم أخت سلوى عندك أي تعليق على هاي المداخلة؟ أنه هنا إحنا في أمريكا يعني في زوجات كثيرات عندما تشعر المرأة بالاضطهاد من الرجل أو يعني تعاني أحيانا تصل إلى الضرب، يعني فتضطر أنه الزوجة تتصل لتلتجئ إلى يعني المؤسسات الأخرى لكي ما تساعدها. فهل برأيك هذا يعني العمل صحيح ولا؟ يا
يعني إذا كانت الزوجة مظلومة فعلا، بغض النظر احنا مش نتكلم عن الحالة دهيا، لكن إذا كانت الزوجة مظلومة وفي قانون هنا في البلاد بيحميها فلا مانع أنها تتصل للحماية. لكن الحاجة الثانية أنه قبل ما تصل إلى الذروة، أنا عاوز أقول أنه أكيد كان في حاجات صغيرة وكبرت وكان في خلافات كتيرة بينهم واضطرت يوصل للمرحلة دهيا. ففي البداية إذا أمكن حل هذه الخلافات قبل ما تتفاقم بهذه الطريقة يكون أفضل بكثير. لكن إذا وقع عليها أذى أو على أولادها فهي من حقها فعلا طلب الحماية من البوليس، أو أنها تاخد فترة ترتاح فيها بعيدا عن هذا الزوج. ثانك يو أخت سلوى على هذا الشرح الرائع والدكتور فريد. طبعا في عندنا الأخ الدكتور ماهر معنا على الهواء، ولكن سنعود معكم مشاهدينا ومع الدكتور ماهر بعد أن نأخذ هذا الفاصل. يا يسوع، أما أنا وبيتي
أول من قال أخطأت في الوجود. وآية أخرى، لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين. فتح أحد الباب أدخل إليه وأتعشى معه. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا في حلقتنا لهذه الليلة، وحديثنا هو عن الأسرة وعن العائلة. ومعنا على الهواء مباشرة الدكتور ماهر قزمان. دكتور ماهر، هل تسمعني؟ أوكي. أخ ماهر، إحنا سمعنا أن الله يكره الطلاق، هل يعني قبل أن تصل العلاقة بين الزوج والزوجة إلى الطلاق، ما هي كيف أستطيع أن أبني علاقتي مع زوجي؟ هل بتصرفاتي، هل بأسلوبي، هل أم بعلاقتي مع الرب؟ يعني هناك نزاع، هناك مشكلة دامت لسنين طويلة، كيف أعالج هذه المشكلة؟ أعالجها من خلال أن ألتجأ إلى الرب، أو من خلال حكمتي، مواقفي وأسلوبي؟ أول خطوة لأي زوج أو زوجة مؤمنة في عندهم مشاكل ما بينهم، إن هو طبعا وضع هذه المشكلة أو الكونفليكت أو الأرجمنت وضعها قصاد الرب، علشان طلب منه حكمة وطلب منه إن هو يسكب محبته بطريقة غير عادية. في حاجة كتير، يعني ما فيش طبعا زوج كامل وما فيش زوجة كاملة. الصورة اللي دكتور فريد شاكت بيها في سفر الأمثال عن المرأة فضلت، دي صورة مثالية جدا طبعا. وأنا متأكد إن في سيدات وأمهات وزوجات ممكن يكونوا وصلوا لهذه الدرجة، لكن ما فيش حد يعني كامل بهذه الصورة من كل جهة. وكلنا فينا زي عندنا blind spots، أو يعني في حاجات ما نقدرش نميزها أو ناخد بالنا منها. وقت كتير بنجرح أقرب الناس لينا حتى من غير ما نحس إن احنا جرحناهم، بنقول حاجات من غير ما نفكر يكون وقعها على الطرف الثاني، لأن النية بتاعتنا بتكون نية صادقة، لكن الكلام بيطلع بصورة ممكن تكون جارحة للشخص الثاني. عشان كده مهم قوي إن احنا نضع هذه الأمور. لما شخص بيجرح، الزوج بيجرح أو الزوجة بتجرح، إن هو تيجي وبتضع هذا الأمر قصاد الرب وتقول يا رب فعلا أنا متألم أو أنا متألمة جدا من هذا الأمر. اكشف عيني وريني، يعني أنا ليه، ايه اكتر حاجه تعبتني من هذا الامر؟ هل فعلا انا يعني كان لي حق ان انا اتضايق؟ لي حق ان فعلا انا اي واز هيرت او انا فعلا اذيت؟ او يعني وفي نفس الوقت انه لما بضع هذا الامر قصاد الرب كمان بطلب حكمه منه ان انا ازاي اتعامل مع هذا الامر. مهم قوي انه يكون عندي استعداد ان انا ابقى مفتوح للطرف الثاني، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، انه يواجهها، انه يقول له في مجال وفي جو من الاحترام وفي جو من مش الهجوم، لكن في جو من الاحترام، انه انا حسيت كذا 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 لما سمعت الكلمات دي. أوقات كتير في مواجهتنا للطرف الثاني أو الشريك، الزوج بيواجه زوجته بيواجهها في صورة هجوم. أنت عملتي كذا، أنت قلتي كذا، أنت خليتيني، أنت يعني مسببة لي كل التعاسة دي، أو يعني أنا مش قادر. لكن ما بياخدش باله إن هو مسؤول عن مشاعره هو. الحاجة اللي تسهل قوي معالجة الأمور إن هو يعبر عن نفسه وعن مشاعره هو بطريقة شخصية. أنا بشعر كذا 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 لما بسمع كذا، لما بيحصل كذا، لما بشوف كذا. فبالتالي لما بيعمل كذا الزوج أو لما بيعمل كذا الزوجة، هي مش بتحط الطرف الثاني في صورة دفاعية right away، لكن بتكشف قلبها وبتكشف إيه اللي بتحس بيه، وإزاي هي مجروحة، إزاي هي متألمة. كمان من الطرف الثاني، من ناحية من ناحية الزوج، لو هو فعلا متألم من حاجة عملتها الزوجة، ده بيخلي الطرف الثاني ما يبقاش على استعداد ان هو يدافع عن نفسه، لكن مساعد ان هو فعلا ياخد باله. طب صحيح انا طب
طب انا قلت كده هو، بس ما كانش يعني ما خدش بالي ان هو ده جرحك بالصوره دي او اثر عليكي بالصوره دي، وبيبقى عنده استعداد بعد كده ان هو يقول انا فعلا انا اسف، انا من فضلك سامحيني، وبالعكس بيحصل كده. امين عشان كده خطوه مهمه جدا في معالجه الامور ما بين الزوجين هو الاستعداد لغفران الطرف الاخر، زي ما المسيح غفر لنا مش عشرات بل مئات المرات، وانه تحت الدم احنا لينا غفران كامل عن كل شيء احنا نصنعه، بس لازم يكون نساعد ان احنا نتوب عن الحاجات اللي احنا بنعملها غلط. لو الزوج عايز يصلح العلاقه مع زوجته والزوج عايز يصلح العلاقه مع الزوج، لازم يكون في استعداد للاعتراف بالمسؤوليه الشخصيه عن الشيء اللي حصل، والحاجه الثانيه استعداد ان انا اغفر للطرف الثاني. امين امين. شكرا دكتور ماهر على هذا هاي المداخله الرائعه، والرب يستخدمك للبركه دائما في الحلقات القادمه، ونشكرك ورب يكون معك. ثانك يو. طبعا اخت سلوى، الاخ الدكتور ماهر اتطرق اشار الى نقطه رائعه جدا وهي الغفران، يعني انه يغفر كل واحد من الطرفين للاخر، لكن يعني مع هذا الغفران هل تعتقدين انه اثار الجروح وال يعني الامور اللي حدثت، النزاع والصراع اللي حدث خلال هذه الفتره، انه راح تترك اثار سلبيه في اي طرف من الطرفين؟ بلا شك انه الانسان اذا حد اخطا اليه، اذا اخطا الي زوجي، فانا مش هيحصل لي يعني فقد للذاكره، يعني هوصل لمرحلة بنعمة من الله إن أنا هطلب الغفران وهنتصارح مع بعض على سبب الخطأ ده هو، وإذا هو اعتذر لي أو إذا كنت أنا المخطئة وأنا اعتذرت له فده شيء رائع جدا، لكن هيظل إن في الذاكرة أثار جروح مش هتروح بسرعة، لكن عاوزة أقول إنه عاوزة أحتاج كل يوم نعمة من الله إني الغفران ده يبقى غفران من قلبي، يعني بمعنى ان انا مش ماسكه عليه هذا الخطا مره اخرى، لما يسقط في الخطا مره ثانيه ما فيش واقول له او اذكره بالقديم وافتح السجل مره ثاني، لان ده هيقلب مواجع وهي يعني هيوتر العلاقه من جديد، لكن يا ريت احنا فعلا نتعلم ان الغفران هو ان انا اترك الدين اللي هو عليه، هو اخطا زل لكن وأنا غفرت ينتهي الموضوع عندي كده هو، وأقبل الاعتذار ونبدأ مرحلة من جديد. لكن عاوز أقول بالنسبة للجروح أو الإساءة اللي فاتت، أطلب نعمة من الله أنه يخليني أتعدى هذه المرحلة، أنا بقول هتظل في الذاكرة لكن محتاجة أن أنا أتخطاها، ويعني أظهر للشخص المخطئ ليا إن هو ما ذكروش مرة تاني بالحصل من قبل كده. آمين. أخ فريد، أعود يعني أسأل تقريبا نفس السؤال، إنه ماذا عن لو أحد الطرفين لا يستطيع أنه يغفر للطرف الآخر وصعب أنه يغفر، يعني ماذا تقول لمثل هذا الشخص؟ عندنا وصيتين من الكتاب المقدس للإجابة لسؤالك. الوصية الأولى بتقول لنا اغفروا، إن كان لكم على أحد شيء اغفروا، يبقى فيه غفران. الوصية الثانية بتقول لنا إنه زي ما الله قرر إنه لا يذكر خطاياكم وتعدياتكم، أنتوا كمان قرروا، ده قرار إرادي، أن لا تذكروا. وفي كلمتين في الإنجليزي قريبين من بعض، forgive and forget. أحيانا بنعمل الأولى forgive، نغفر، لكن we don't forget. اللي بيساعدنا على كده، هرجع أقول تاني، لما نعرف الله عمل معانا إيه وبيقول لنا من اللي انتوا اختبرتوه مارسوه، أنا غفرت لكم مسامحا لكم بجميع الخطايا، المسيح كما غفر لكم المسيح، وزي ما سالوا قالت الغفران معناها أني لا أحتفظ بالدين على الآخر، الآخر اللي أخطأ أغفر، يعني مش هفضل مدينه، بطالبه باستمرار. لكن الحاجة الثانية أخذ قرار إرادي من عندي أن أنا أنسى هذا الأمر. النسيان مش سهل، لكن أخذ قرار بأنه
حتى لو الذاكرة بتجيب الموضوع لكن لا أثر من المرارة في نفسي. الذاكرة بتجيب الموضوع لكن مش بتحرك فيا مشاعر الضيق. أمين أمين. يعني أخ فريد، إحنا تقريبا برنامجنا على وشك الانتهاء. نعم. لكن أنا حابة أنه إحنا تطرقنا إلى يعني غياب الثقة والأسباب والعوامل، لكن نحب أنه نريد يعني علاج لهذه المشكلة. وأيضا حضرتك كنت حابة تتكلم عن عدم الأمانة في الزواج. نعم. فبكلمات يعني مختصرة إذا ممكن. بعتقد أخت رواء مش هنقدر ندخل للادي في موضوع عدم الأمانة، لأنه يعني المشاهدين ممكن بكرة يقابلونا إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل، إنه موضوع كبير جدا لو بدأته ما أقدرش ألخصه. بس أنا عايز أقدم صورة من الكتاب زي ما أنت طلبتي دلوقتي، نطلع منها ببعض الدروس. هل الكتاب إدانا وصف للأسرة السعيدة؟ أيوة. ولما الكتاب يقول شيء يبقى بيدينا القوة إننا نعيشه. يعني الكتاب هذا ليس شعر نعجب به، لكنه كلمة الله الحية. مزمور 128 بيقول فيه الكاتب هذه الكلمات: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك، طوباك وخير لك. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. أعتقد أن كلمة تقوى ما فيش حد مش فاهمها. التقوى هي مخافة الله، هي أسمى علاقة للنفس مع الله. إنسان بيتقي الله يعني بيخافه، مش بيخاف منه، بيخافه، عايز يرضيه، بيثق فيه، بيحبه، بيتكل عليه. ورأس الحكمة هي مخافة الرب. يعني أي شخص عايز يكون حكيم ويتصرف بالحكمة في حياته ومع زوجته وأولاده يبتدي بأنه يخاف الرب. عشان كده أنا بترجى كل زوج وزوجة حضروا الحلقة الطيبة دي، وبترجاهم أرجوكم اعرفوا أن سبب المشاكل الحقيقية هو أنه ما فيش علاقة صادقة مع الرب. الرب فتح الباب، باب التوبة مفتوح. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. أرجوكم يكون في رجوع من القلب. وفي وعد جميل: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أزمنة الفرج من وجه الرب. أمين. لو في توبة ورجوع إلى الرب وترك للطرق الرديئة، أول شيء سوف تمحى الخطايا، تاني شيء هتتحل المشاكل، تأتي أزمنة الفرج. في ضيق في الأسر وفي تعب وفي توتر نفسي وفي اكتئاب وفي مشاكل رهيبة، العلاج الرجوع إلى الرب وبدء التقوى. إيه نتائج التقوى؟ بيقول هنا: طوبى لكل من يتقي الرب. أول شيء تأكل تعب يديك، دي معناها ربنا هيبارك في تعبك. إن كنت بتشتغل، إن كنت موظف، إن كنت تاجر، ربنا هيبارك تعبك. لكن بعد كده شوف النتائج في الزوجة والأولاد: امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. ليه شبه بالكرمة؟ لأن الكرمة في الكتاب المقدس بتتكلم عن الفرح. عايز يقول له زوجتك هتكون مصدر فرح للبيت كله. والحقيقة هو كده، الزوجة إما أن تكون مصدر الفرح لكل البيت أو البيت بيحرم تماما من جو البهجة والسعادة. نعم. الله في تصميمه أوجدها لتكون مصدر الفرح في البيت. أمين. فلما أنت تتقي الرب هي بترتاح، وهي كمان بيمكنها أنها تأتي بالثمار. الكرمة بتجيب ثمرها اللي هو العنب، بس لازم تكون مسنودة على دعامة خشبية. ولما المرأة بتتسند على رجل أمين مخلص بيرضي ربنا، بيراعي في معاملته معاها أنه يرضي ربنا، هتتسند. ولما تتسند يجي الثمر، تملأ البيت بالفرح. الأمر الثاني: بنوك الولاد. الولاد هيبقوا إيه؟ الولاد طلعوا في مناخ، في مخافة الله، في احترام متبادل بين الزوجين، في
ثقة متبادلة بين الزوجين، في صدق بين الزوجين، تكون النتيجة أن الولاد يطلعوا هم كمان نفسيا متزنين وقادرين على أن هم يثمروا. بنوك مثل غروس الزيتون، كلمة الغرس يعني لسه نبتة صغيرة، غروس الزيتون حول مائدتك. الجو هنا جو عائلي في سلام وفي ارتباط، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. امين امين. ثانك يو اخ فريد. يعني فعلا اخ فريد، يعني اكيد احنا عايشين في هذا العالم كمؤمنين، احنا عايشين في هذا العالم، في وسط هذا العالم في عندنا مشاكل، في عندنا ظروف صعبه كما حضرتك تفضلت وقلت انه نمر في ازمات في ضيقات، لكن احنا نختلف عن غير عن البقيه انه في عندنا الروح القدس، بقوه الروح القدس نستطيع ان نتعامل مع ظروفنا، وهو اللي يعيننا، هو اللي يساعدنا أنه نعيش في سلام وفي فرح بالرغم من الظروف الصعبة اللي نمر فيها، بالرغم من الظروف القاسية، لكن عندنا إيمان عندما يأتي الرب يسوع وينتهر ويقول للبحر أنه يوقف العاصفة تخف العاصفة. وإحنا اليوم ندعو المشاهد اللي ما له علاقة مع الله في هذه الليلة أنه يأتي إلى هذا الإله العظيم، هو اللي راح يعينك، هو اللي راح يسندك في وقت الضيق، في وقت اللي عندك اللي يعني أصعب أوقات عندما تكون العلاقة الزوجية علاقة تعبانة، علاقة فيها توتر، بها فتور، لكن الرب رح يعطيك سلام ويعطيك فرح في وسط هذه الأزمات. فمشاهدينا هذه دعوة من الرب ورسالة وإعلان من الرب في هذه الليلة إلى كل بيت مسيحي في ديترويت أو في أي مكان في هذه في الولايات. الرب يدعوك هذه الليلة مهما كانت مشاكلك، مهما كانت معاناتك، إذا كنت زوجة أو زوج، فلكن الرب يقول لك أنا أقرع على باب بيتك، إن إذا فتحت إلي أنا أدخل وأتعشى معك، أنا أدخل وأحل كل مشاكلك، أعطيك الفرح وأعطيك الهدوء وأيضا أعطيك الحكمة. هذه هي دعوة الرب هذه الليلة، وإحنا نشكركم من أجل متابعتكم وانضمامكم معنا في هذه الساعتين، لكن نوعدكم أيضا راح يكون في عندنا برامج أخرى يوم غد وبعد غد ويوم السبت مع الدكتور فريد زكي وأيضا مع الأخت الفاضلة الأخت سلوى، الرب يستخدمهم للبركة في وسطنا. لكن قبل أن أنهي البرنامج سأطلب من الأخ فريد، في عندنا أخوة اتصلوا وطلبوا صلاة، الأخت بنت الرب أيضا نصلي من أجلها، وأيضا الأخت بلقيس طلبت صلاة من أجل أولادها عزيز ودلال، وهم محتاجين بنتها محتاجة للصلاة لأن تدخل للجامعة، وأيضا الأخ حسن، الأخ حسن أيضا نرفعها هو وعائلته أمام عرش النعمة، وأيضا الأخ جورجيس أيضا راح نصلي من أجلكم ونوعدكم هذه القائمة راح تكون معنا ونصلي لكم دائما. أخ فريد تفضل. دعونا نصلي أحبائي. يا ربنا يسوع المسيح نشكرك من كل القلب لأنك قلت أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يا مانح الحياة، يا مصدر الحياة، نشكرك من كل القلب لأنك تقدم لكل قلب يفتح لك، تقدم له الحياة الغنية، حياة مليئة بالسلام، حياة مليئة بالفرح، حياة مليئة بالخدمة. وحدك الذي تعطي هذه الفضائل يا رب. نحن نصلي لأجل أولا كل المشاهدين، طالبين يا رب أنك تفتح القلوب في هذه الليلة وتقودهم للتوبة. كذلك نحن نرفع أمامك من اتصلوا وطلبوا الصلاة. نصلي لأجل أخونا حسن يا رب، المشكلة التي عرضها وأوصانا بالصلاة، اذكره وتنازل وتدخل في ظروفه. أنت اللي تعرف المتضايقين، الرب عاضد الساقطين ومقوم المنحنين. أذكر الأخ كوركيس يا رب، نضع أيضا في ظروفه يحتاج إلى تدخل من عندك. أذكر أيضا الأخت بلقيس التي أوصت بالصلاة لأجل أولادها،
عزيز ودلال، اذكر اختنا بنت الرب، احسن اليها، اذكر الاخرين يا رب الذين لم يذكروا اسماءهم، واعطي لكل شخص انه يرفع قلبه اليك، يرفع قلبه اليك، يتعلق بيك. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره، ليرجع الى الرب فيرحمه، والى الهنا لانه يكثر الغفران. ولك يا سيدنا الرب يسوع المسيح كل الاكرام والمجد الى الابد، امين. امين امين امين. ربي يباركك أخ فريد، ثانك يو من أجل هذه الحلقة، الرب استخدمك للبركة وكن سبب بركة لكثير من المشاهدين، وأيضا نصلي أنه الرب يستخدمك للبركة في الأيام القادمة، وأيضا أشكر الأخت سلوى أيضا الرب يستخدمك في الحلقات القادمة وتكونون فعلا بركة ونور في هذا العالم، الرب استخدمكم معنا، ثانك يو. ورب يباركك يا أخت رواء لأنك أضفتينا للادي في البرنامج. Thank you. أيضا حابة أشكر مشاهدينا من أجل تواصلكم معنا، وسلام الرب ونعمة الرب تكون معكم، وإذا أن نلتقيكم في حلقة أخرى. فرعون أول من قال أخطأت في الوجود، وآية أخرى لم يرسل الله ابنه إلى العالم، فتح أحد الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو